بكم أدانة غرفة عملية سرت والجفرة القصف الذي طال مساكن الآمنين بمنطقة جارف والذي راح ضحيته 7 شهداء من المدنيين عن طريق طائرة حربية نوع ميغ 29 تابعة لميليشيا حفتر. الغرفة في بيان لها الاثنين دعت أعيان الفرجان سواء في سرت أو خارجها إلى التنصل من هذه العصابات، مؤكدة في الوقت ذاته على استمرار عملية دروب النصر حتى تحقيق كامل أهدافها. أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان الاثنين في مقابلة تلفزيونية إنه قد يتم إخراج مجرم الحرب حفتر من العملية الانتقالية بليبيا في أي لحظة. أردوغان أوضح أنه تناول الأزمة الليبية في اتصال هاتفي مع نظير الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا بدء صفحة جديدة بين الولايات المتحدة وتركيا بعد الوصول لبعض التفاهمات. وأضاف أردوغان أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين آخر تطورات في ليبيا، وكذلك تصريح بوتين بعدم وجود جنود روس في ليبيا وفق تعبيره. أعرب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفن دوكباك الاثنين عن استعداد المنظمات الدولية لمساعدة حكومة الوفاق على إجراء تحقيق بشأن اكتشاف جثة في مستشفى مدينة ترهونة. دوكباك قال خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية إن تلك الجثث تذكرنا بالثمن الذي يدفعه المدنيون وبالحاجة الملحة إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية بحسب تعبيره، مضيفا إن الحل السياسي ما يزال في متناول اليد. وبعثت الأمم المتحدة على إهبة الاستعداد لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع، يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها وفق زعمه. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء القوة القاهرة على صادرة خام حقل الشرارة إثر اقتحام مجموعة مسلحة للحقل وإجبار العاملين به على إيقاف الإنتاج. المؤسسة في بيان لها الثلاثاء أكدت رفضها التام لأي وجود مسلح داخل منشآتها أو التدخل في عملها أو محاولة استخدام مقدرات الشعب ورقة مساومة سياسية أو عسكرية. نهاية موجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.